السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، نلتقيكم بعد غياب طويل، وإن شاء الله تكونوا قد قضيتوا وقت سعيد بالعطلة. حنبدي وياكم سلسلة من الحلقات لشرح مادة الأحياء للصف الثالث المتوسط. وصلنا سابقا وياكم بعد ما كملنا العديد من الأجهزة في جسم الإنسان، وصلنا الآن إلى الجهاز التناسلي في الإنسان. حنبدي ناخذ الجهاز التناسلي الذكري. الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان يتكون من الخصيتان، الأوعية الناقلة، الحويصلتان المنويتان، والغدد الملحقة بالجهاز. نبدأ أول شيء بالخصيتان. هما غدتان بيضاويتا الشكل، منفصلتان موجودتان في كيس جلدي رقيق يكون خارج الجسم، يسمى كيس الصفر. لهم غدتان بيضاويتا الشكل منفصلتان موجودتان في كيس جلدي رقيق خارج الجسم، يسمى كيس الصفن. وظيفة الخصية تقوم بإنتاج النطف، التي تحتوي على نصف العدد الأصلي للكروموسومات، التي تتحد لاحقا مع الخلايا الأنثوية لتكوين البيضة المخصبة الحاوية على العدد الكامل من الكروموسومات. والوظيفة الثانية، تفرز الهرمونات الذكرية التي تتحكم في صفات الرجل مثل كثافة الشعر وخشونة الصوت. مثل ما عرفنا ان الخصيتان هي غدتان بيضاويتان موجودتان في كيس جلدي يسمى كيس الصفن. حناخذ هسه كيس الصفن تعريفا اللي هو نفسه بس معكوس، هو كيس جلدي رقيق يحيط بالخصيتان من الخارج ويقوم بحمايتها. وظيفته حماية الخصيتان. نجي على الجزء الثاني من الجهاز التناسلي وهو الأوعية الناقلة. الأوعية الناقلة اللي هي تكون اثنين وما وعاءان ناقلان، وتعتبر من أجزاء الجهاز التناسلي الذكري. الوظيفة مالته القيام بجلب النطف من كل خصية، الوظيفة مالته. ويحتوي الوعاء الناقلان على مناطق كثيرة الالتواء تسمى بالبرغوث. ويفتح الوعاءان الناقلان على جانبي الإحليل الذي له فتحة إلى الخارج في العضو الذكري. الآن الجزء الثالث، الحويصلتان المنويتان. هما مستودعان صغيران يقعان في نهاية كل وعاء ناقل بالقرب من قاعدة المثانة. وظيفتها، وظيفة الحويصلات المنوية، حفظ الخلايا التناسلية الذكرية بعد اكتمال نضجها. سنجي الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي، واللي هي الجزء الرابع من أجزاء الجهاز التناسلي الذكري في الإنسان، وهي عبارة عن ثلاثة غدد تقوم بإفراز سوائل مختلفة. شنو وظيفتها؟ وظيفتها الحفاظ على حيوية ونشاط النطف. الغدد الثلاثة هي اللي قلنا عليها. أول غدة هي غدة البروستات، وهي غدة تقع عند قاعدة المثانة. من الأسفل وتحيط بها. والغدتين الأخرى اللي هي غدتا كوبر، سن البلوغ عند الذكور يكون في عمر حوالي 15 سنة. هذا فراغ مهم، وهذا يعني قدرة الجسم على تكوين النطف، ويرافق ذلك ظهور الشوارب واللحية وخشونة الصوت.
هسه نلاحظ شنو صار عندي. صارت عندي الفصيتان اللي هي مسؤوله عن انتاج النظاف وافراز الهرمونات الذكريه اللي تتحكم في صفات الرجل مثل كثافه الشعر وخشونه الصوت. هاي الفصيتان حتكون محفوظه كيس نقيق اسميه كيس الصفر. هاي الفصيتان من حتطلع النطف منها حتروح باوعيه ناقله، حتروح بالاوعيه الناقله لوين؟ للحويصلات المنويه. اذا النطف طلعت لي بالفصيتان عبر الاوعيه الناقله راحت للحويصلتان المنويتان اللي هي تمثل لي مستودع الصغير اللي يحفظ الخلايا التناسليه الذكريه اللي نتجتها الفصيه. بعدها حتكون اكو غدد ملحقه، غدد ملحقه حتفرز لي سوائل حتى تكون طول عمر الحفظ للنظف، طول عمر الحفظ للنظف اللي هي غده البروستات وغده القهوه. ونجي نشوف هسه نرجع الان للرسم الموضح اللي هو الجهاز التناسلي الذكري اللي هو مطلوب الرسم مالته، اللي هو مثل ما قلنا يتكون من الخصيتان والاوعيه الناقله والحويصلتان المنويتان والغدد الملحقه بالجهاز اللي هي غده البروستات. على اخر انه هذه خصيتان هنا موجود عندي، هنا حيكون هذا هنا منطقه كثيره الالتواء اللي هي قلنا عليها البربخ. حتنتقل لي من هنا النطف عبر هذه القناه الاوعيه الناقله، حتروح لي الى الحويصلتان المنويتان، حتكون هنا غدة البروستات مثل ما قلنا هي اسفل المثانه، وهذه حتكون هي القناتان الناقله اللي حتفتح على جوانب الاحليم. سنرجع اجزاء الجهاز التناسلي الذكري عرفناها، وهذه التعاريف اللي حددنا بيها وظائف وقسم منها موقع وسن البلوغ. هذه تعاريف تقرا بدقه وتحفظ، تحفظ المواقع والوظائف بالاضافه الى رسم الجهاز التناسلي الذكري. بعد ما كملنا الجهاز التناسلي الذكري نجي ناخذ الجهاز التناسلي الانثوي. أول شيء وظيفة الجهاز التناسلي الأنثوي إنتاج البيوض وتوفير المكان المناسب لها للأقصاب وتكوين الجنين ونموه ومن ثم الولادة. إنتاج بيوض، توفير مكان مناسب للبيوض على مود تتخصب، تكوين جنين ينمو وولادة. أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي: المبيضان، قناتا البيض او يسموها قناتا فالو، قناتا البيض او قناتا فالو، والجزء الثالث الرحم. نجي المبيضان، هما غدتان بيضويتان الشكل تقع في الجزء الاسفل من الجوف الجسمي على جانبي الرحم. الوظيفه مالتها، الوظيفه مال المبيضان انتاج البيوض والصفات الخاصه والصفات الأنثوية. قناتا فالو هما فتحتان قمعيتا الشكل، فتحتان قمعيتا الشكل على شكل محجار، تشكلان جزء من قناة البيض، تشكلان جزء من قناة البيض، تقعان على جانبي الرحم، تقعان على جانبي الرحم، وتفتحان من الناحيتان العليا اليمنى واليسرى للرحم، يعني واحدة موجودة بهذه الجهة، واحدة موجودة بالجهة اليمنى والأخرى بالجهة اليسرى. عندنا ثالثاً الرحم، عضو عضلي كمثري الشكل، عضو عضلي كمثري الشكل، يعني على شكل العمود، قاعدته مغلقة من الأعلى، قاعدته مغلقة من الأعلى، ونهايته مفتوحة تكون في الأسفل.
وهي متصلة بقناة المهبل التي تفتح بالخارج من الفتحة التناسلية الأنثوية. سن البلوغ في الأنثى يتراوح من 12 إلى 14، بينما كان عندنا في الذكر 15 سنة، الأنثى من 12 إلى 14، حيث تقوم المبالغ بتكوين البيوض وتغييرات واضحة بجسم المرأة كالدورة الشهرية ظهور الطرف. تستمر الدورة الشهرية لدى المرأة لحد عمر، يعني هي تبدي من 12 أو 14 سنة وتستمر إلى حد 45 إلى 50 سنة. يقدر عدد البيوض للمرأة طوال حياتها بحوالي 400 بيضة. يقدر عدد البيوض للمرأة طول حياتها 400 بيضة. الدورة الشهرية، تعريف الدورة الشهرية، هي المدة الواقعة بين نزول بيضة من المبيض وحتى نزول بيضة أخرى. المدة الواقعة بين نزول بيضة من المبيض وحتى نزول بيضة أخرى، وتقدر بثلاثين يوم بما فيها مدة الحيض. تقدر بثلاثين يوم بما فيها مدة الحيض، يعني تقريبا كل شهر تصير عندي الدورة الشهرية. شلون تصير؟ هي نزول بيضة، حتنزل بيضة وراها البيضة تنسلخ وتطلع وتنزل بيضة الأخرى، هذا يسميها الدورة الشهرية، المدة الواقعة بين نزول بيضة من المبيض وحتى نزول بيضة أخرى. عندنا تعليل، حدوث نزف دموي مرافق للدورة الشهرية. حدوث نزف دموي مرافق للدورة الشهرية، وذلك بسبب تجديد جدار الرحم ولعدم اخصاب البيضة وسقوطها بعد حوالي 4 أسابيع. البيضة عندي ما راح تتخصب، حتنسلخ، حيتجدد الجدار مال الرحم بعد حوالي 4 أسابيع من تكوين البيضة. يعني البيضة تكونت خلال 4 أسابيع، ما تخصبت، راح تنسلخ البيضة وينسلخ الجدار مال الرحم كذلك، فيصير لي نزيف دموي. تعريف ثاني، عدم قدرة الفتاة على الإنجاب في عمر 10 سنوات. عدم قدرة الفتاة على الإنجاب في عمر 10 سنوات، وذلك لأنها لم تصل سن البلوغ. إن سن البلوغ من 12 إلى 14 سنة، هي عمرها 10 سنين، ما وصلت سن البلوغ، أي عدم القدرة على إنتاج البيوض. عدم القدرة على إنتاج البيوض. ننتقل الآن إلى الرسم، رسم الجهاز التناسلي الأنثوي. هذا الرسم قدامنا، هذا الرسم الموجود أمامنا، هذا المبيض، هذا المبيض، هذه هي قناة فالوب، هذه قناة فالوب، وهذا الرحم، وهذا الرحم، وهذا عنق الرحم اللي يفتح الفتحة الخارجية للجهاز التناسلي، وهذا اللي فوق جدار الرحم مثل ما قلنا هو كمثري الشكل ومغلق من فوق ومن تحت مفتوح بالفتحة التناسلية الأنثوية. بعد ما كملنا الجهاز التناسلي الذكري والجهاز التناسلي الأنثوي، الآن نجي نقارن بين الصفات الثانوية الجنسية في الرجل والمرأة. أول شيء الرجل يكون الصوت خشن، بينما في المرأة يكون الصوت ناعم. بالرجل يكون الشعر أكثر كثافة على الجسم، بالمرأة يكون الشعر أقل كثافة على الجسم. في الرجل تكون الغدد اللبنية ضامرة وغير عاملة، بينما في المرأة تكون الغدد اللبنية تنمو بشكل واضح وتكون عاملة. نجي إلى عملية التلقيح. عملية التلقيح وهي عملية انتقال الخلايا التناسلية الذكرية من جسم الذكر إلى جسم الأنثى. التلقيح عملية انتقال خلايا التناسلية الذكرية من جسم الذكر إلى جسم الأنثى.
أفرغها أهم شيء عن الأخصاب، أفرغ التلقيح عن الأخصاب. الأخصاب هو اندماج خليتين، بينما هنا انتقال، هنا اندماج الخليتين الذكرية والأنثوية لتكوين البيضة المخصبة التي تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات. اندماج خليتين ذكرية وأنثوية تكون البيضة المخصبة تحتوي على العدد الكامل من الكروموسومات. من جاء العدد الكامل من الكروموسومات؟ احنا من البداية قلنا ان النطفة تتكون من نصف عدد الكروموسوم، ويعني نصف من الذكر، والبيضة تتكون من نصف العدد من الكروموسومات ايضا. فعندما تتحد او تندمج يتكون عندي العدد الكامل من الكروموسومات واسميه البيضة المخصبة. علل، تحتوي البيضة المخصبة على العدد الكامل من الكروموسومات، حكينا سابقا، لأن البيضة المخصبة نتجت من اندماج نصف العدد الكروموسومات من الذكر هو النطفة، ونصف عدد الكروموسومات من الأنثى واللي هو البيضة. هنا انتبه عندي، من يقول لي البيضة أقول نصف عدد الكروموسومات، من يقول لي بيضة مخصبة أقول عدد الكروموسومات كامل. سؤال عندي، هل توجد هرمونات ذكرية في جسم المرأة؟ نعم، توجد هرمونات ذكرية في جسم المرأة، ولكن بنسبة قليلة، نسبة قليلة، وتفرز من قشرة الغدة الكظرية. نجي نتحول للرسم اللي هو يمثل لي النطفة والبيضة، يمثل النطفة والبيضة، يعني هنا نصف عدد الكروموسومات، هنا نصف عدد الكروموسومات، ما عندي بيضة مخصبة، وهذا الرسم مطلوب. النطفة تتكون من الرأس، النطفة تتكون من الرأس والعنق ويسموها القطعة الوسطية والذنب، بينما البيضة هتتكون لي من غشاء وسيتوبلازم ونواة ونوية، يعني كأنما خلية، غشاء، سيتوبلازم، نواة، نوية، بينما هنا رأس وعنق وقطعة وسطية وذنب. الآن نتحول إلى موضوع الحمل. موضوع الحمل، بعد ما صار تلقيح عندي، بعد ما صار التلقيح صار الأخصاب، نجت البيضة مخصبة، نجت البيضة مخصبة. تعاني البيضة المخصبة سلسلة من الانقسامات في قناة فالوب. وين تصير عندي الانقسامات؟ يعني قناة فالوب مكونة في النهاية كتلة من الخلايا تستقر في الرحم. بيضة مخصبة صارت عدة انقسامات في قناة فالوب، وبالنهاية تستقر لي بالرحم، ويحدث فيها عمليات تمايز عديدة، حصل عمليات تمايز عديدة حتى يتكون لي الجنين. الجنين حيرتبط عندي بجدار الرحم، الجنين حيرتبط بجدار الرحم بواسطة الحبل السري، الجنين يرتبط بجدار الرحم بواسطة الحبل السري، حيوفر لي الحبل السري غذاء وأكسجين، غذاء وأكسجين، ويربطه بالدورة الدموية للأم من خلال شبكة واسعة من الأوعية الدموية الشعرية على جدار الرحم تسمى المشيمة. الآن ننتقل إلى تعريف الحبل السري. هو تركيب يقع بين جدار الرحم والجنين. يقوم بربط الجنين بالدورة الدموية للأم، وبالتالي يوفر له الغذاء والأكسجين. بينما المشيمة هتكون عندي شبكة واسعة من الأوعية الدموية، على جدار الرحم، وترتبط بالحبل السري، وتقوم بتزويد الجنين بالغذاء والأكسجين عن طريق الحبل السري من الدورة الدموية للأم. الآن ننتقل إلى الولادة.
بعد ما نمى الجنين وصل عمره الى 9 أشهر راح يصير عندي عمليه الولاده. عمليه الولاده تضع الام وليدها بعد مرور 9 أشهر على الحمل، وعند هذه المده يكون الجنين قد تكامل نموه واصبح قادرا على التنفس والرضاعه والسمع والرؤيه والحس، يعني اكتملت الحواس عنده. بعد مده 9 أشهر من كان بيضه مخصبه اصبح عندي وليد. اصبحت اعضاء جسمه قادره على العمل بصوره مستقله. تتم الولاده عندما تحس الام بتقلصات بطنيه. متى تتم الولاده؟ عندما تحس الام بتقلصات بطنيه ونزول السوائل منها إشارة إلى اقتراب الولادة، وبعدها بفترة زمنية قصيرة تحصل ولادة. بعد ما صارت عندي تقلصات نزل السوائل فترة زمنية قصيرة راح تصير عندي ولادة. ما راح تصير عندي الولادة، حينقطع الحبل السري ومن ثم تنزل المشيمة. بعد نزول المشيمة تمت الولادة، راح الأم تحتاج إلى فترة قصيرة من الراحة على مود تستعيد نشاطها. ننتقل الآن إلى بعض التعاليل على عملية الولادة. تضع الأنثى وليدها بعد 9 أشهر. لماذا تضع الأنثى وليدها بعد 9 أشهر؟ لأنها المدة التي يحتاجها الجنين للنمو والتكامل، لأن المدة التي يتكامل بها نمو الجنين اللي يحتاجها، يعني نجد المدة اللازمة لنمو تكامل الجنين 9 أشهر. الأطفال الخدج، عندنا الأطفال الخدج هم الأطفال الذي يولدون قبل المدة الطبيعية، يعني أي طفل ينولد قبل مدة 9 أشهر نسميه طفل خدج، ويكونون غير مؤهلين للعيش والبقاء على غير الحياة. ليش؟ لأن جسمهم متكامل، ما لم يوضعوا في أسرة خاصة وعناية طبية لفترة من الوقت. يضعوهم بأسرة خاصة توفر لهم نفس الأجواء اللي كانت عايشين بها إلى أن يكتمل نموهم. علل يوضع الأطفال الخدج في أسرة خاصة لأنهم غير مؤهلين للعيش والبقاء على قيد الحياة. عندنا ملاحظة، يولد الأطفال الخدج في الشهر 7 من الحمل. يولد الأطفال الخدج في الشهر 7 من الحمل. يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية. متى يتم اللجوء إلى الولادة القيصرية؟ عند عدم قدرة الأم على الولادة الطبيعية. الأم ما تقدر على الولادة الطبيعية، هتضطر تسوي ولادة قيصرية. وحنجي نشوف شنو الولادة القيصرية معناها. هي عملية فتح جزء من بطن الأم، وإخراج الطفل بسبب عدم قدرتها على الولادة الطبيعية ولأسباب عديدة. ومن هاي الأسباب عندنا إنه يكون وضع الطفل داخل بطن الأم بشكل عرضي أو جانبي، الآن وصلنا وياكم إلى فوائد الرضاعة الطبيعية. فوائد الرضاعة الطبيعية: تقي الرضيع من الأمراض، تقي الطفل الرضيع من الأمراض، تقلل بشكل كبير من أمراض سرطان الثدي لدى النساء. إذن هي بها فوائد للرضيع ولها فوائد للأم المرضعة. تنمي عمل الجهاز المناعي للرضيع بصورة جيدة وتجعله قادرا على التكيف بسرعة مع محيطه الخارجي. رابعا، أغلب الأطفال الذين يرضعون من الأم يكونون أقل عرضة للاضطراب النفسي وتكون علاقاتهم مع أمهاتهم جيدة. هاي 4 فوائد للرضاعة الطبيعية، منها 3 للطفل الرضيع ومنها الأم المرضعة. التوأم هي ولادة الأم لأكثر من طفل واحد وتكون على نوعين،
اما متماثله او غير متماثله، الام اللي تولد اكثر من طفل بوقت واحد، الاطفال اللي يجون يسموهم توأم. التوأم يكون يا اما توأم متماثل او توأم غير متماثل. التوأم المتماثل او التوأم المتطابق هو التوأم اللي يكونوا متشابهين بالضبط وما نقدر نفرقهم واحد عن الاخر. فنجي نشوف تعريف التوائم المتماثله، هي التوائم التي تنتج من انقسام البيضه المخصبه انقساما اعتياديا، وتنفصل خليتان عن بعضهما مكون جنينين منفصلين متشابهين تماما. بيضة عندي تخصبت كملت وراها هاي البيضة يصير بيها انقسام اعتيادي بحيث تنفصل كل خلية عن الأخرى، فحتكون لي جنينين منفصلين متشابهين تماما متطابقين ما أقدر أفرق بيناتهم. التوائم الغير متماثل هم التوائم اللي هم جايين نفس الوقت بس أشوفهم ما يتشابهون. هي التوائم اللي تنتج من اخصاب بيضتان يصادف ان تنزلان بنفس الوقت من المبيض، بيضتين بنفس الوقت تنزل وتتخصب وقد تصل احيانا الى 4 بيوض او اكثر. العقم هو عدم قدرة الرجل او المرأة على تكوين نطف او بيوض، عدم قدرة الرجل على تكوين نطف وعدم قدرة المرأة على تكوين بيوض وتكوين خلايا لها القابلية على الاتحاد مع الخلايا التكاثرية للجنس الآخر. عندنا أسباب العقم، شنو مسببات العقم؟ عندنا أسباب هواية للعقم، منها تكون أسباب وراثية ومنها تكون اضطراب في الهرمونات. أطفال الأنابيب هي عملية إجراء الإخصاب للبيضة بنطف الأب خارج جسم المرأة، أما لضعف حالة الأم الصحية أو إصابة الرحم بعدة أمراض. الأم من عندها عقم أكو علاج هو أطفال الأنابيب. الأم قد تكون حالتها الصحية تعبانة أو عندها إصابة بالرحم عدة أمراض، فراح نلجأ إلى أطفال الأنابيب اللي هي يأخذون البيضة من الرحم مال الأم ويلقحوها بالنطف مال الأب، يكون التلقيح خارجي خارج الجسم أي مختبري، وبعد ذلك يرجعوها إلى رحم الأم وتأخذ أدوية. علل اللجوء لعمليات أطفال الأنابيب وذلك بسبب ضعف حالة الأم الصحية أو إصابة الرحم بعدة أمراض. هل يختلف أطفال الأنابيب عن الأطفال الآخرين ولماذا؟ أكو اختلاف بين الأطفال المولودين عن طريق عملية الإخصاب الخارجي اللي هي أطفال الأنابيب عن الأطفال اللي يولدون بصورة طبيعية؟ لا ماكو فرق. ليش؟ لأن بعد تخصيب البيضة خارج جسم الأم يتم إعادتها إلى رحم الأم مع إعطائها الأدوية وينمو الجنين بعدها بشكل طبيعي. يعني هو فقط الإخصاب مكمل كان داخل الجسم سووه خارج الجسم نفس الظروف مال الجسم. عندنا سؤال، أهم الأمراض اللي تصيب الجهاز التناسلي. أهم الأمراض، شنو أهم الأمراض؟ مرض السفلس، مرض السيلان، مرض الإيدز، مرض الطفيليات أو الطفيليات، الالتهابات المختلفة والفطريات والعقم. آخر شيء عندنا بهذا الفصل هو تأثير التدخين والكحول والمخدرات على الحمل. أول شيء عندنا الأطفال اللي يولدون أمهاتهم مدخنات تكون أوزانهم أقل من الولادات الطبيعية بنسبة ملموسة تتراوح من 150 غرام إلى 240 غرام، مما يجعل بنية الطفل ضعيفة ومناعته قليلة ضد الأمراض، يعني يكون أكثر تعرضة للأمراض خصوصا بداية ولادته. تتعرض الأمهات المدخنات لعمليات الإسقاط أكثر من غيرهم، يعني الحمل يحصل بس يصير عندهم إسقاط بالحمل،
بسبب التدخين. يسبب الكحول خطر كبير على الجنين خلال تكوينه، لأنه يقلل من كفاءة عمل جسم الأم، لأنه يعمل كمادة مخدرة وضارة، وهذا ينعكس على عدم تكوين الجنين بصورة طبيعية. الآن ننتقل إلى آخر فقرة، هي فقرة تأثير المخدرات على الحمل. المخدرات عندنا هي مواد ذات منشأ طبيعي من النبات، قد تكون مثل نبات الخشخاش أو مركبات كيميائية تؤدي إلى تأثير سلبي كبير على الجهاز العصبي، وتؤدي إلى الإدمان وفقدان تركيز لدى الأم الحامل، إضافة إلى عدم قدرتها بالعناية على صحتها وغذائها واحتمال الإصابة بأمراض مختلفة مثل الإيدز والسل، ويؤدي حتى إلى موت الجنين أو ولادته مريضا. إلى هنا نكون قد أكملنا معكم الفصل الثامن، وإن شاء الله نلتقيكم في الدرس القادم الفصل التاسع الجهاز العصبي، ونتمنى أن نكون قد وفينا ولو شيء بسيط من هذه المادة. نتمنى لكم التوفيق والقراءة بصورة مركزة، قراءة الكتاب أولا ومن ثم الملزمة. تحياتنا لكم ونلتقيكم في الدرس الآخر.